ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. النهاردة هنتكلم عن الكوليستين والتيجاسايكلين، ودول من اهم المضادات الحيوية اللي بيبقى عليها اسئلة، خصوصا بالنسبة لصيادلة الاي سي يو. اتمنى ان انتوا تكونوا بتستفيدوا من المحتوى. لو سمحتوا، لو بتستفيدوا من المحتوى تتفاعلوا اكتر مع الفيديوز، تعملوا لايك وشير، وخصوصا الشير تعملوا شير كتير مع اصدقائكم المهتمين بنفس المجال، وتسيبوا لي تعليقاتكم على الفيديوز، لان دي الطريقة اللي بتساعد في انتشار الفيديوز وبتشجعنا ان احنا نوصل لعدد اكبر وننزل محتوى اكتر. احنا في السلسلة دي اتفقنا ان احنا بنقول ال most important points، الاسئلة الصغيرة اللي بتقف معانا وسط الشغل، some tips and tricks خاصة بالكلينيكال فارماسي، وخصوصا الصيادلة اللي شغالين في الاي سي يو. فاتمنى ان انتوا تكونوا بتستفيدوا. احنا النهارده هنتكلم عن الكوليستين والتيجاسايكلين، وبرده زي ما احنا متعودين باختصار شديد هنقول اهم النقط المتعلقه بيهم، وهنجاوب على الاسئله اللي ممكن حد يتساءلها بخصوص الكوليستين والتيجاسايكلين. اتمنى لو انتوا ما شفتوش بقيه الفيديوز اللي نزلتها قبل كده يا ريت ترجعوا تشوفوها، وكمان ان اوردر، يعني تشوفوها بالترتيب، ده هيفرق قوي. ولو ليكوا اي اسئله يا ريت تسيبوها لي في التعليقات. الكوليستين زي ما احنا اتفقنا في حلقه الانتيبيوتيك سبيكتروم، احنا قلنا ان هو نارو اصلا سبيكتروم، ما هوش برود ولا حاجه، هو بس بيغطي الجرام نيجاتيف والسودوموناس. ولكن ميزه الكوليستين ان هو ريزيرفد فور ام دي ار بكتيريا، واحنا اتفقنا انه الام دي ار دي اللي هي المالتي دراج ريزيستنت بكتيريا، ده هنتكلم عنه طبعا في حلقه لوحده، هنتكلم عن الكالتشر في حلقه لوحديها. ولكن دي بتبقى ميزه في الانتي بايوتيك، ان انا اقدر استخدمه في حالات الام دي ار، وخصوصا الام دي ار جرام نيجاتيف بالنسبه للكوليستين زي الكليبسيلا والانتيروباكتر والستيروباكتر والسودومونس والايكولاي والاسينتوباكتر، فهو نارو ولكن ريزيرفد للام دي ار. كمان هو بكتيري سايدل، ما هوش بكتيريوستاتيك، فهو ليه كيلينج ايفكت على البكتيريا. ولكن من اهم الحاجات اللي محتاجين نعرفها في الكوليستين ان هو ما ينفعش يستخدم كامبيريكال ثيرابي. يعني الميروبينم لو تفتكروا والكاربابينم كنا بنقول عليهم ان هم مهمين لانهم ريزيرفد للام دي ار برضو، ولكن الميروبينم احيانا بنستخدمه كامبيريكال ثيرابي، يعني خصوصا في اللايف ثريتنينج كونديشنز، زي مثلا حد داخل بسبتك شوك، حد عنده مثلا مننجايتس، هوسبيتال اكوايرد مننجايتس، عنده انفكتيف اندوكاردايتس، الحالات دي ممكن استخدم فيها الميروبينم من غير كلتشر كامبيريكال ثيرابي. ولكن الكوليستين ما ينفعش ابدا ان استخدمه بدون كلتشر، هو دايما القرار بتاع استخدامه بيبقى culture based، ويكون كمان البيشنت ظهر عليه اعراض. يعني في سؤال، هو انا دلوقتي انا طالع لي في الكالتشر بكتيريا ولكن البيشنت مش ظاهر عليه اي اعراض، تمام، فهل في الحالة دي امشي وراء الكالتشر ولا امشي وراء انه البيشنت ما عندهوش اعراض؟ احنا طبعا طالما البيشنت ما عندهوش اعراض المفروض ان احنا مش بنتبع الكالتشر الا في حالات معينة، يعني مثلا البيشنت دي بريجننت وومن، لا ساعتها همشي ورا الكالتشر حتى لو البيشنت ما عليهاش اعراض، بيشنت اميونو كومبرومايزد اصلا، عنده مثلا اورجان ترانسبلانتيشن او عامل اورجان ترانسبلانتيشن، فبالتالي هو اصلا اميونو كومبرومايزد، فانا مش هستنى لما يظهر عليه اعراض، انا هعالجه على حسب الكالتشر. ولكن غير كده المفروض ان انا طالما البيشنت مش ظاهر عليه اعراض انفكشن انا ما بتابعش الكالتشر، لانه احيانا الكالتشر بتبقى النتيجه اللي طالعه فيها دي بسبب كونتامينيشن او كولونايزيشن، ما بتبقاش انفكشن. طيب الكوليستين موجود في صورتين، صورة اسمها CBA أو Colistin Base Activity، وصورة اسمها CMS أو Colistimethate Sodium. ال CBA دايما بيبقى موجود أو محسوب بالميلي جرامز، وال CMS بيبقى محسوب بالInternational Units.
انت عندك اللودينج دوز في حالة النورمال رينال فانكشن حوالي 9 مليون وحدة، وبعد كده بتتبعها ب4.5 مليون وحدة كل 12 ساعة. ده الانترفل اللي انت هتمشي بيه. طيب لو انت طبعا عندك الريفرنس بتاعك بالميلي جرام هتعرف ازاي تحوله للانترناشنال يونتس. يعني انت لو معتمد على الاب تو ديت او الميدسكيب هتلاقي دايما الدوز بالميلي جرام، فانت عشان تحولها للانترناشنال يونت انت عارف ان هو حوالي 30 او 34 سي بي اي equivalent ل 1 مليون انترناشنال يونت اوف سي ام اس. في مراجع بتكتبها 30 في 34، المهم انت يعني هتعرف تحولها وتشتغل عليها. ولكن خلي بالك انه الكالستين بيتعمل له رينال دوز ادجستمنت. يعني احنا قلنا في النورمال رينال فانكشن دي اللودنج دوز 9 مليون وحده، وبعد كده بتمشي 4.5 مليون وحده كل 12 ساعه على حسب الكرياتينين كليرنس بتاع البيشنت انت هتحدد الدوز. طيب تعالوا بقى نتكلم على التيجي سايكل. تيجي سايكلين من الانتيبيوتكس المهمة جدا خصوصا في الاي سي يو. التيجي سايكلين الترا برود سبيكترم. ليه الترا برود؟ لانه هو اكتف اجينست الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، والميرسا كمان بيغطيها وبيغطي الانيروبس وبيغطي الاتيبيكال، وكمان ده كل ده برود. ليه بقى الترا برود؟ كمان لان هو ليه اكتيفيتي اجينست سم ريزيستنت بكتيريا، فبيستخدم في حالات الريزيستنت بكتيريا. حلو كلام. تمام. التيجاسايكلين من الانتيبيوتكس اللي هي لازم استخدمها كلتشر بيزد، ما ينفعش استخدمها امبيريكال ثيرابي زيه زي الكولستين، وبرضو زيه زي الكولستين بيستخدم ان كومبينيشن ثيرابي، ما بيستخدمش ابدا كمونو ثيرابي، بيستخدم ان كومبينيشن، وغالبا بيبقى مع الكاربابينمز يا اما الميروبينم او الاميبينم. تمام. طيب التيجاسايكلين مش افكتيف اجينست السودومونس، ملوش اكتيفيتي اجينست السودومونس، ما بيغطيهاش. طيب الدوز بتاع التيجاسايكلين العاديه هي بندي لودينج دوز 100 ميلي جرام، وبعد كده بندي 50 ميلي جرام كل 12 ساعة. ايه بقى الفكرة في التيجي سايكلين؟ التيجي سايكلين الفكرة بتاعته في الكاينتيك بتاعته. انت راجل صيدلي تفهم قوي في الفارماكو كاينتيكس، فيهمك قوي الكاينتيكس بتاعت الانتيبيوتيك ده. هل هو لايبوفيليك ولا هيدروفيليك؟ الحقيقة التيجي سايكلين من الانتيبيوتيكس اللايبوفيليك، عشان كده الديستريبيوشن بتاعه في البلاد وفي اليورين مش كويس، مش احسن حاجة. وبالتالي لما اجي اديه في بلاد انفكشن، بلاد ستريم انفكشن، مش هاخد الافكت اللي انا منتظره. يعني ايفن لو انا عملت كلتشر وطلع لي انه الانفكشن او البكتيريا سنسيتيف للتيجي سايكلين، هو مش هيوصل للبلاد بالصورة اللي انا مستنيها. ساعتها ممكن اعمل ايه بقى؟ لو انا مضطر ان انا ادي، يعني لو انا يعني خلاص طلع لي الكالتشر ان هو سنسيتيف وما قدميش غير ان انا استخدم التيجا سايكلين، ساعتها هدي بقى بهاي دوز. الهاي دوز تيجا سايكلين دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بدل ما بدي 100 ملي جرام لودينج دوز حدي له 200 ملي جرام لودينج دوز، وبعدين حدي 100 ملي جرام كل 12 ساعة، او حدي 150 ملي جرام لودينج دوز وهمشي على 75 ملي جرام كل 12 ساعة. دي الهاي دوز اللي انا هستخدمها في حالة ان انا مضطر استخدم التيجا سايكلين، برغم ان هو الديستريبيوشن بتاعه مش مناسب للانفكشن اللي حاصل. تمام. هو مين لي بقى انديكيتد في ايه؟
في الانترا ابدومينال انفكشن، في الكوميونتي اكوايرد انفكشن، في السوفت سكين انفكشنز، وزي ما اتفقنا هو بيغطي الميرسا والجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف زي الاشيريشيا كولاي والكليبسيلا نيومونيا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. المره الجايه هنتكلم اكتر عن موضوع الفارماكوكاينيتكس اوف انتيبايوتكس، برضو الموست امبورتنت بوينتس اللي بتهمنا ككلينيكال فارماسيست خصوصا في الاي سي يو. اتمنى ان انتوا تكونوا بتستفيدوا. لو سمحتوا لو بتستفيدوا ما تنسوش تتفاعلوا مع الفيديوز علشان اقدر اكمل وانزل بقيه الفيديوز. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي.